نشرة الأخبار من قناة وطن، والبداية من عناوين هذه النشرة. واشنطن تكثف إشاراتها لعدم سحب قواتها من العراق وتكشف إملاءاتها بشأن انفصال كردستان وتحويل البشمركة إلى قوة بديلة. الخارجية تؤكد متابعة مخرجات مؤتمر بغداد وتكشف عن تشكيل لجنة من وزراء خارجية الدول المجتمعة لهذا الغرض. مفوضية الانتخابات تؤكد التزامها بموعد إجراء الانتخابات وتتعهد بنشر النتائج الأولية خلال 24 ساعة بعد الاقتراع. مع تعظم الواردات، الحكومة تكشف نواياها بالاستمرار بسياسة التقشف في موازنة العام المقبل رغم تداعياتها السيئة على المواطن. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستواصل دعم الحكومة العراقية وأقليم كردستان في مجال محاربة الإرهاب. وأضاف ماكرون قبيل مغادرته أربيل إلى فرنسا أن بلاده تعمل على المساعدة لإيجاد بيئة صحية لإعادة النازحين في إقليم كردستان إلى مناطقهم، مشيرا إلى مباحثاته مع المسؤولين الكرد تضمنت قضية سنجار، مؤكدا على وجوب أن تكون منطقة مستقرة. من جهتها جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها للعراق بالشراكة في مقاتلة تنظيم داعش الإرهابي. وقال بيان للسفارة الأمريكية أن السفير الأمريكي ماثيو تولر التقى بوزير الدفاع جمع عناد سعدون وأكد له التزام الولايات المتحدة بصفتها شريكا في التحالف الدولي بالقتال المشترك لضمان الهزيمة الدائمة لداعش، مضيفا أن بلاده تشارك حكومة وشعب العراق في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك البنية التحتية والتنمية وحماية البيئة والرعاية الصحية، فضلا عن دعم سلامة وأمن الأراضي العراقية. أعلن القنصل الأمريكي لدى إقليم كردستان أن الولايات المتحدة لن تنسحب من العراق أو من إقليم كردستان، موضحا بأن هناك فرقا شاسعا بين العراق وأفغانستان. وقال القنصل العام الأمريكي روبرت بالادينو أن الوضع الأمني لا يزال متدهورا في سنجار بسبب تواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني، مضيفا أن الرئيس جو بايدن يدرك أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا باستقرار العراق. وقد بدأت الحكومة الأمريكية ببعض التغييرات في العراق، وحتى نهاية العام الجاري ستنسحب القوات القتالية وستبقى بعض القوات للتدريب القوات العراقية وقوات البشمركة. وأشار إلى عدم وجود أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إقليم كردستان وهي مستمرة بدعمه، مضيفا أن الاتفاق هو أفضل السبل لحل مشكلة هذه المنطقة. وطالب أيضا بانسحاب حزب العمال والحشد الشعبي من سنجار وتنفيذ الاتفاق ونشر القوات المحلية وأن تدار المنطقة من قبل القوات الاتحادية والبشمركة. We'll be right back.
كشفت وزارة الخارجية الاثنين أن مؤتمر بغداد يؤكد التعاون وشراكة بنمط جديد نحو الاقتصاد والاستثمار، مؤكدة أنها تتابع ببالغ الأهمية مخرجات مؤتمر بغداد، مبينة أن العراق أصبح فرصة للاستثمار. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف إن مخرجات مؤتمر بغداد تتابعها وزارة الخارجية ببالغ الاهتمام، وتبني على متغير مهم وهو أن ما ذكره البيان الختامي المشترك للمجتمعين بأن ستكون هناك لجنة من وزراء خارجية الدول المجتمعة لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد. وتابع أن ذلك ينطوي على تقديم أوجه المتابعات والاجتماعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية والاستثمارية التي طرحها العراق. وفي ملف الانتخابات، أكد رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في 10 من تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أن ورقة الاقتراع صممت بطريقة مميزة وغير قابلة للاستنساخ. قال عدنان إن الإجراءات القانونية والأنظمة كافة تم إنجازها، وأن عملية المحاكاة الأولى واجهت المفوضية بعض المشاكل التي تم تجاوزها في المحاكاة الثانية. ودعا عدنان المواطنين لاستلام بطاقاتهم البيومترية، مؤكدا أن المفوضية ستقوم بسحب البطاقات بعد عملية الاقتراع وتعطيلها لمدة 72 ساعة. وأضاف عدنان أن الموارد البشرية لإجراء الانتخابات قد اكتملت، موضحا أنه سيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة، فيما سيكون إعلان النتائج النهائية بعد إجراء الطعون. أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن الانتخابات المقبلة في 10 من تشرين الأول يجب أن تكون نقطة انطلاق نحو حلول حقيقية للأوضاع الراهنة. وأضاف صالح خلال كلمته بملتقى الرافدين للحوار أن الانتخابات في نهاية المطاف ليست هدفا لإنجازه، بل هو وسيلة نحو الإصلاح والتغيير لمعالجة الأزمات المتراكمة في البلاد، مشيرا إلى أن المنطقة والعراق يشهدان تحولات كبرى، وأن انهيار المنظومة الإقليمية في المنطقة وراء استحكام أزماتها. في هذا السياق، شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على ضرورة إيجاد حلول واقعية للتحديات في العراق، مؤكدا ضرورة النظر للانتخابات على أنها وسيلة للشروع بخطة الإصلاح. وأضاف الحلبوسي خلال مشاركته بملتقى الرافدين للحوار إلى ضرورة إيجاد حلول واقعية للتحديات وليست ترقيعية، موضحا أن أنجع الحلول هي الأكثر صراحة ولو كانت الأكثر قساوة، محذرا من تداعيات عمليات تحييد أي لون اجتماعي سيكون عن مشهد الحل بالمرحلة المقبلة. وطالب الحلبوسي الجميع بإبداء تنازلات كبيرة للوصول إلى الحل، نافيا إمكانية المضي بنفس العقد السياسي الحالي، ولا بد من تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بتحديد الكتلة الأكبر بعد الانتخابات.
نفى الجناح السياسي للتيار الصدري أن يكون جمهور التيار قد أحرقوا بطاقاتهم الانتخابية، فيما أقر أن الصور المنتشرة هي مفبركة من جيوش إلكترونية. وقال نائب عن تحالف سائرون التابع للتيار الصدري جمال فاخر أن الجيوش الإلكترونية روجت في وسائل التواصل الاجتماعي صورا مفبركة عن حرق الجمهور للتيار ببطاقاتهم الانتخابية من أجل إرباك الوضع الانتخابي والعمليات الديمقراطية. يذكر أن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر قد أعلن في منتصف تموز الماضي مقاطعة الانتخابات، لكنه تراجع يوم الجمعة الماضي عن قراره بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة بالعراق. اتهم النائب عدنان الزرفي رئاسة مجلس النواب بالتواطؤ مع الحكومة، الأمر الذي أدى إلى تراجع الدور التشريعي والرقابي للبرلمان. وأضاف الزرفي في بيان إن تراجع الأداء البرلماني خلال الدورة التشريعية الحالية تتحمل مسؤوليتها رئاسة مجلس النواب الحالي التي لم تكن موفقة في إدارة جلساته وشؤونه وغير معنية بالاهتمام بالقضايا الأساسية. ووصف الزرفي البرامج الانتخابية طيلة الدورات السابقة بأنها عبارة عن برامج ضللت الشعب العراقي بوعود كاذبة. وفي الملف الاقتصادي، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح أن موازنة العام المقبل ستتميز بإيرادات أكبر وعجز أقل في حال بقيت سقوف الإنفاق أقل من العجز، حيث ستكون حينها التزامات المالية أقل. وأضاف صالح أن من واجبات الحكومة الحالية طالما هناك فسحة من الوقت لإعداد الموازنة حتى لو أراد مجلس النواب الجديد إبداء الملاحظات أو إجراء التغييرات عليها، مشيرا إلى أن الظروف المتغيرة وقد تظهر هناك مفاجآت، حيث اعتمدت على سعر نفط يبلغ 50 دولارا للبرميل وفق ما أعلنته وزارة المالية. قال نائب عن الرئيس مجلس النواب بشير الحداد أن مشروع موازنة 2022 لم تصل إلى البرلمان، فيما أشارت اللجنة المالية النيابية إلى أن فترة تمرير موازنة العام المقبل تحتاج إلى نصف العام المقبل. وقال الحداد إن الحكومة لم ترسل مشروع الموازنة لغاية الآن لعدم اكتمالها، وأن عمر البرلمان المتبقي لا يسع مناقشة هذا القانون، موضحا أن البرلمان اشترط إجراء الانتخابات من أجل الذهاب لحل نفسه. من جانبه قال مقرر اللجنة المالية النائب أحمد الصفار إن الحكومة لم تقدم حتى الآن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل إلى مجلس النواب، نافيا امتلاك البرلمان أي معلومات حول العجز المتوقع ضمن الموازنة. وأشار الصفار إلى أن أي مشروع قانون يقدم خلال الفترة الحالية سيكون بدون قيمة، كون البرلمان لا يملك الوقت الكافي لتمريره في ظل قرب إجراء الانتخابات المبكرة، مضيفا أن الحكومة ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال خلال إجراء الانتخابات، وأن تمرير الموازنة بحاجة لوقت يصل إلى منتصف العام المقبل. علقت اللجنة المالية في مجلس النواب الاثنين مجددا حول تأجيل النظر بطعون الموازنة. وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن تأجيل النظر المحكمة بطعون الحكومة بخصوص الموازنة إلى أيلول المقبل فإن هذا الأمر لن يعرقل الموازنة، وأردف بالقول لا تؤثر حتى إن كانت هذه الطعون مهمة وهي 12 فقرة ولكن باقي بنود الموازنة نافذة. وقررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل البت في طعون الموازنة العامة إلى مطلع أيلول 2021.
قدمت لجنة التربية النيابية اليوم الاثنين طلبا إلى رئاسة الوزراء يتضمن 6 مقترحات لإدراجها ضمن موازنة 2022. وقال رئيس اللجنة النائب قصي الياسري إن اللجنة طالبت بإطلاق درجات الحذف والاستحداث في وزارة التربية بسبب النقص الحاصل في الملاكات التربوية وشمول المحاضرين التربويين بمخصصات مقطوعة 150,000 دينار، وبين أن المقترحات تضمنت تخصيص مبالغ لبناء ما لا يقل عن 1,000 مدرسة وقاعة تحتوي على أجهزة تمنع حالات الغش الإلكتروني، كذلك زيادة التخصيصات لمديرية الإعداد والتدريب والتخصيص المالي الخاص بالعلاوات والترفيع، بالإضافة إلى تفعيل قانون حماية المعلمين والمتضمن تخصيص قطع أراضي سكنية ومنح قروض وسلفة مصرفية. دعت لجنة النفط وشؤون الطاقة النيابية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى فتح تحقيق في قضية منح جميع عقود دائرة المشاريع في وزارة النفط إلى شركات أجنبية دون منح أي فرص للكفاءات العراقية. وقال عضو اللجنة النائب أمجد العقابي إن هناك شخصيات في وزارة النفط تسعى لتشويه سمعة دائرة المشاريع في الوزارة من خلال التعاقد مع شركات أجنبية دون أي التفاتات لوضع المهندسين وظروفهم المعاشية الصعبة رغم التظاهرات العديدة التي خرجوا بها للمطالبة بالتعيين والحقوق، مبينا أن تلك الشخصيات المتنفذة تعمل على منح أغلب المشاريع إلى شركات أجنبية دون منح أي فرص للكفاءات العراقية التي تمتلك القدرة والإمكانية لتنفيذ جميع المشاريع بأعلى النتائج وأقل التكاليف. وطالب العقابي رئيس الحكومة بالتدخل في هذا الملف شخصيا وفتح تحقيق لمعرفة أسباب هذه التصرفات ومحاسبة المتورطين فيها على اعتبار أنها تتضمن ضربة للكفاءة العراقية تدخل فيها شبهات فساد. حذر عضو مجلس النواب مختار الموسوي اليوم الاثنين من ارتفاع نسبة الفقر في العراق بسبب السياسة المالية للحكومة وتلاعبها برفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. وقال الموسوي إن بقاء سعر صرف الدولار سيزيد من حالات الفقر لعدم توفير مفردات البطاقة التموينية وترك الأسواق المحلية بيد التجار والمتلاعبين. وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار استهدف قوات الشعب أو قوت الشعب واستنزف المواطن وتسبب بأضرار كبيرة، بالتالي يجب على الحكومة إعادة النظر بها لا سيما وأنها تحقق المراد من ذلك القرار، مضيفا أن غياب الحلول المعيشية البديلة للشرائح الفقيرة والمتوسطة سوف يسبب مشاكل عديدة تتحملها الحكومة. أكد عضو مجلس النواب محمد الشبكي اليوم الاثنين أن حكومة أقليم كردستان لم تلتزم مع بغداد بجميع الاتفاقيات التي أبرمت بين الطرفين. وقال الشبكي أن حكومة الأقليم لم تلتزم بالاتفاق المبرم مع بغداد، بالتالي يجب على الحكومة الاتحادية مراجعة المبالغ المرسلة إليها ولا تأخذ الصمت إزاء ما تفعله كردستان. وبين أن الاتفاقات التي تحصل بين بغداد والأقليم يجب أن تكون فورية التنفيذ وليس كما تفعل الحكومة الاتحادية عند عقد الاتفاق تضير ظهرها ولا أحد يتحمل المسؤولية بسبب التشبعات السياسية. وفي نينوى كشف المحافظ نجم الجبوري أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد بافتتاح قنصلية لبلاده في الموصل والاستثمار في مطار الموصل. وأضاف الجبوري أن زيارة ماكرون إلى الموصل تعتبر تاريخية ولها أهمية كبيرة، مشيرا إلى أنه قدم عدة وعود تتعلق بأعمار المدينة وبقية مناطق المحافظة، إضافة إلى دعم المنطقة القديمة بالمشاريع. وأشار الجبوري إلى أن ماكرون وجه له دعوة لزيارة فرنسا لتنشيط عملية الاستثمار في الموصل، مضيفا أن ماكرون خرج بانطباع عن المحافظة بأنها آمنة ومستقرة.
في نينوى أيضا أكدت هيئة النزاهة إحباط محاولة الاستحواذ على آلاف الأطنان من مادة الإسمنت المدعوم المخصص لإعادة بناء المدارس في المحافظة. وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة إن ملكاتها تمكنت من ضبط أحد المتهمين بالتلاعب بأوراق رسمية بقصد الاستحواذ والتربح على حساب المال العام، مضيفا أن المتهم يعمل في شركة للمقاولات أقدم على إضافة أصفار إلى الأرقام الحقيقية الخاصة بالكتب الصادرة عن مديرية تربية المحافظة إلى معاونية إسمنت الشمالية لتجهيز شركات المقاولات المحال عليها بناء مدارس المحافظة. وتم إحباط العملية من قبل معاونية إسمنت الشمالية، كما تم ضبط المتهم والوصولات الأصولية والمتلاعب فيها والأوليات كافة، وقرر القضاء توقيف المتهم على ذمة القضية. في محافظة بابل أصدرت محكمة الجنايات حكمين بالسجن 7 سنوات لمسؤولين 2 في ديوان محافظة بابل بعد اتهامها بتلقي رشاوي. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن محكمة جنايات بابل المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما بالسجن 7 سنوات بحق مدير دائرة العقود الحكومية في ديوان محافظة بابل لقاء تلقيه رشا من ممثلي إحدى الشركات لإنشاء جهاز مفراس حلزوني في مستشفى مرجان التخصصي. وأضاف البيان أن المحكمة أصدرت حكما مماثلا لمدير حسابات الخطة الاستثمارية في ديوان المحافظة بعد إدانته في القضية نفسها. في البصرة وجه قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي بتعزيز الواقع الأمني لميناء الفاو. وذكر بيان للقيادة أن اللواء الركن الماجدي زار ميناء الفاو واطلع على أهم المنشآت الحيوية والبنى التحتية ونسبة الإنجاز، وأكد على ضرورة تعزيز الموقف الأمني لميناء الفاو الكبير، مبينا أنه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة إرسال قوات إضافية للمشروع. وأشار الماجدي إلى أنه يجب الحفاظ على هذا المشروع من الناحية الأمنية. في البصرة أيضا، على الرغم من قرار وزارة المالية وحكومة البصرة بتحويل الأجراء اليومين إلى عقود ضمن قرار 315، إلا أن دائرة الصحة لا تزال تمارس المماطلة والتسويف بتحويل الأجراء التابعين لها. مراسلنا هناك وأفانا بهذا التقرير. قرروا غلق أبوابها بتظاهرة كبرى بعد إن تخلت عنهم دائرة صحة البصرة التي تمتنع عن المصادقة على عقود موظفيها العاملين ضمن 30,000 درجة وظيفية بعد مرور عامين متجاوزة بذلك قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية. دائرة صحة البصرة موجودة، العقود موجودة يمها بس ما مصادقتها لحد الآن. ودار صحة البصرة أكو قرار من ضمن العقد اللي موجود اللي ما صدقوه، الفقرة اللي موجودة الأخيرة تقول أنا ما أضمن حق هذه الشريحة اللي تعاقدت وياي في حين تفليس المحافظة، يعني تفلست المحافظة تماما، يعني أنا بين قوسين ما لي علاقة بكم. إلى الآن عقودنا ما حد صادق عليها، هاي تعتبر طامة كبرى على اعتبار راح تنسحب الصلاحيات، إذا انسحبت الصلاحيات ضاعت حقوق 3747 عائلة. هذا الشيء ما اعتقد يعني يعاملون ابناء البصره بهذه المعامله. وزاره الماليه التي منحت العاملين ضمن قرار 315 مستحقات ماليه متراكمه لسبعه اشهر، لكن ثم صدمه تلقاها العاملين هنا باستقطاعات تصل ثلث المرتب المخصص لهم لاسباب عزوها بالمجحفه والغير منصفه. راح يقبضنا تقريبا سنه وثمان اشهر سوي على طولنا تقريبا رواتب مال 6 اشهر، 6 اشهر انا قاطعين 3 اشهر، يعني قاطعين مليون، صار لي سنتين قاطعين من عندي مليون، والله غياب، والله انت ما تبصم، والله ما ادري شنو، فظلم وبظلم. فامس قالوا مظاهرات، شنو نسوي المظاهرات؟ قالوا كل ما صح لكم لا عقود لا اي شيء، يعني مجرد احنا ساضحوك يضحكون علينا. بدا بينا التهميش من اول ما تعيننا واللي جاء لحد الان لهاي الفتره. نحاسبه قبل نجي نقول يا بقى احنا تابعين لكم للمحافظه، يقول لي والله المدير وغير المدير انتم ما تابعين لي، من هسه اقول لكم ما لكم اي فلس يمي، انتم يم المحافظه. بعد مرور عامين كاملين على توظيفهم والعمل بالمجان، قرار مفاجئ تتخذه صحه البصره بعدم المصادقه على عقود الاجراء اليوميين التابعين لها، ما ولد ردود فعل غاضبه وصلت لوسط ابواب الدائره متهمين مديرها بالتقصير والفساد.
إيهاب نجم، قناة وطن، مدينة البصرة. وفي ذي قار أعلنت مديرية بلديات المحافظة عن إحالة مشروع إنشاء شوارع من البنى التحتية في 3 أحياء سكنية في قضاء كرمة بني سعيد. وقالت بلديات ذي قار في بيان أنها أحالت مشروع إنشاء شوارع معززة بخدمات المجاري في إحياء القصبة القديمة والعسكري وحي المحمدي في قضاء كرمة بني سعيد، مؤكدة أن المشروع يعتبر الثاني من نوعه في هذا القضاء خلال هذا العام. هذا وناقش معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات مع مدير زراعة المحافظة إمكانية تخصيص أراضي منتفية عنها صفة زراعية لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية لصالح وزارة الكهرباء. وقال مدير زراعة ذي قار صالح مهدي في بيان أن زراعة ذي قار وديوان المحافظة تسعيان إلى تخصيص موقع لإنشاء مشروع الطاقة الشمسية المدعوم من قبل وزارة الكهرباء، مضيفا أنه ناقش موضوع الأراضي التي انتفت عنها الصفة الزراعية لضمها ضمن التوسع الجديد للمدن. أيضا في ذي قار حققت الموهوبة نرجس خالد المركز الأول في بطولة اليورو ماث، وهي بطولة عالمية للذكاء اللي أقيمت في ألمانيا. نرجس إحدى طالبات مدرسة الموهوبين في ذي قار، وهي من بين مجموعة من الطلبة المتفوقين الذين يحتاجون للدعم وتطوير مواهبهم العلمية. لم تجد ابنة الأحد عشر ربيعا صعوبة في التفوق على أقرانها، فحصدت 5 بطولات دولية للمواهب والذكاء العقلي، كان آخرها في ألمانيا بعد أن حصلت على المركز الأول في حل المسائل الرياضية. نرجس إحدى طالبات مدرسة الموهوبين في ذي قار تسجل أرقاما قياسية في مجال الذكاء العقلي. شاركت في بطولة يورو ماس 2021 وحصلت على المركز الأول في الفيدا، حيث تمكنت من حل 73 سؤالا خلال 180 ثانية فقط. لم تقتصر موهبتها على الرياضيات، لكنها تعمل أيضا على صنع الأجهزة الدقيقة، ومن بينها جهاز لمساعدة المكفوفين وآخر للتعقيم الذاتي. يتحسس الجسم الموجود قدامه، سوف يصل إشارة للسيرفو أن يضغط على زر المعقم ويتم التعقيم. When the atomic sensor feels the virus, direct Arduino to the buzzer to make the sound. الدعم المعنوي من الأسرة والكادر التدريسي كان له دور كبير في مواصلة النجاح والتفوق وتحفيز الجانب العلمي لدى الموهوبين. المدرسة تعتمد المناهج الإثرائية لتغذية عقل الطلبة الذين يستوعبون مواد دراسية أكثر من المعتاد. طبعا الطالبة نرجس اللي حصلت على هذا المركز واحدة من الطلبة الذين الموجودين عندنا بالمدرسة اللي محصلين جوائز عالمية أيضا. احنا بالبيت شجعناها، يعني إذا أرادت فشي تعرف أنت مثلا الجهاز بعض الأحيان المواد ما موجودة بالناصرية، نخابر البغداد وندز ونخليها هي تبرمج الأجهزة، ويعني شفتوا هاي الأجهزة وهي إن شاء الله عندها بعد أجهزة تطورها على المستقبل. موهبة علمية تحتاج إلى دعم الجهات الحكومية ومتابعة المؤسسات التي تستقطب المواهب والطاقات الشابة التي يمكن أن تساهم في تطوير الواقع العلمي وتشكل حافزا للآخرين على تطوير مواهبهم. لقناة وطن، فؤاد فاضل، الناصرية. في كربلاء المقدسة ناقش رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي الاستعدادات الخاصة بالسيطرة الأمنية ومراقبة المناطق الحيوية التي ستشهد زخما بمرور الزائرين خلال زيارة أربعينية للإمام الحسين عليه السلام. وقال المكتب الإعلامي للأسدي في بيان أنه زار محافظتي بابل وكربلاء المقدسة للاطلاع على خطة الجهاز الأمنية لتأمين زيارة الأربعين، لافتا إلى أنه ناقش الاستعدادات الخاصة بالسيطرة الأمنية ومراقبة المناطق الحيوية التي ستشهد زخما بمرور الزائرين، كما زار مديريتي أمن بابل وكربلاء ووجه بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية ومقواطع المسؤولية بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار. وفي شمال العاصمة بغداد تعاني منطقة الحسينية فقرا كبيرا على مستوى الخدمات الأساسية، حيث أنها تفتقد أبسط متطلبات الحياة الكريمة على جميع الأصعدة الصحية والخدمية،
فيما باتت أغلب الأماكن مكب للنفايات. شيبان سامي والتفاصيل. منطقة حسينية المعامل لا تعد أكثر مناطق أطراف العاصمة بغداد إهمالاً، حيث تعيش خارج نطاق التغطية الخدمية ابتداء من عدم إكساء الشوارع مروراً بانقطاع المستمر في مياه الشرب، ويعاني سكانها من فقر مقدع ناهيك عن انتشار النفايات في كل مكان. الواقع الخدمي صفر هنا، ماكو، يعني هو مجرد مجلس بلدي واحد، وأنا أقول لك بيت كم واحد ينظفون شفر وكم واحد ينظفون هنا بالمنطقة، هاي المجاري تطفح بالشتاء ماكو. تبليط اكو تبليط بس مكانات مخسفه، ماكو صيانه، كل صيانه ماكو. مي بين يوم ويوم يجينا المي. واقع التعليمي انا اقول لك كل ثلاث دوامات، المدارس ثلاث دوامات، يعني انا في يوم طبيت على مدرسه صبوره ما بيها. والله صف صبوره ما بيها. جلابه اللي دي عندنا لا ماي لا كهرباء، هاي قدامك شارع عام. هذا منظر ما شارع عام. كل شيء ما عندنا، لا بلديه، عندنا اثنين مجلس محافظه واثنين نواب، وهذا منظرنا، كل شيء ماكو لا خدمات، اسوأ الحال بهاي المناطق، كل شيء ما عندنا، هاي الشباب تعاني، هذا منظر وشفه، هسه اذا يجيني خطر هذا منظر، من غير المناطق هاي مناطقنا، الزباله بالشارع، لا بلديه عندنا، شوف صور، صورها، بلديه هاي شرفك، وين رئيس الوزراء، مجلس النواب، خلي يشوفونا. هسه كل شيء ما اريد عمي لا تعينوا لا هاي، اريد هاي شيلوها عاده من اطلع بالشارع تنفس ريحه طيبه. غياب العناصر الامنيه لحمايه السوق يسبب قلق لدى اصحاب المحل التجاريه، مطالبين الجهات المعنيه بتوفير الحمايه لهم لمنع اي عمل ارهابي، خصوصا وان السوق يعج بالمتبضعين. حمايه على السوق، كل حمايه ما عندنا، لا مرابطه عندنا، كل شيء ما عندنا. انا من البدايه ذكرت لك، قلت لك بس هي السيطره، كل مرابطات ماكو، يعني لا ابالي، اجيت انا ذبي سيارتي، اجى ذاك، اجى ذاك، اجى ذاك، كل امن ما عندنا، يجون هنا نوبات العصريه، نوبات لو صبحيه وينسحبون. هي هاي، وش عندك انت تشوف شوفت عينك، هاي شوفوا الانقاذ، شوفوا هاي، كل خدمات ماكو بالمعامل، وعندك هالمستشفى بعد المالكي اليوم الله. كل 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 شيء ماكو، كل شيء ما كامل بيه، الله شاهد. لا تختلف منطقة حسينية المعامل عن باقي المناطق، حيث تفتقر لأبسط الخدمات على جميع الأصعدة الصحية والخدمية. شيبان سامي، قناة وطن، بغداد. أمنيا وفي شمال العاصمة، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي عباس سروط عن تطورات جديدة في الوضع الأمني لقضاء الطارمية. وقال سروط إن هنالك مفاوضات مع أحد شيوخ العشائر البارزين في المنطقة لتشكيل قوات من الأهالي لحمايتها، مشيرا إلى العمل على تكثيف الجهود الاستخبارية لفرض السيطرة على المنطقة بالكامل والقضاء على الخلايا النائمة. وأضاف أن هناك دراسة لتجفيف ما يعرف بمنطقة الهورة في الطارمية لأنها إحدى ملاذات الإرهاب. هذا وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن العمليات العسكرية في الطارمية مستمرة، مبينة أنها حققت نتائج مهمة وستشمل مناطق أخرى. وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي أن العمليات العسكرية في الطارمية حققت الكثير من النتائج، منها تدمير العديد من المضافات والقبض على الإرهابيين، فضلا عن تأمين منطقة الزهور شمالي الطارمية والتي كانت تعتبر منطقة خطيرة، مشيرا إلى تكثيف الجهد الهندسي في تلك المنطقة وردم المنازل ورفع القصب والبردي الذي كان يعيق حركة القوات الأمنية، كما تم تعديل الطرقات. وأضاف أن القوات الأمنية ستتبع أسلوبا تكتيكيا يتلائم مع حجم التهديدات التي بدأت عصابات داعش باستخدامه. أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل اثنين من القياديين أو القياديين لعصابات داعش الإرهابية شمالي شرق ديالى. ذكرت الخلية في بيان أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة شاركت بتنفيذ عمليات تطهير لأوكار عصابات داعش استهدفت قيادات إرهابية في مناطق شمال شرقي محافظة ديالى، مضيفة أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من قادة داعش وإلقاء القبض على أحد القيادات المهمة والمسؤول عن الدعم اللوجستي في هذه المناطق.
في كركوك تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية من القبض على المسؤول عما يسمى بلجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لداعش الإرهابي في الحويجة بكركوك. وقالت المديرية في بيان إنه بمعلومات دقيقة ومتابعة لشعبة الاستخبارات في الفرقة 14 بالتعاون مع قوى برية تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب في منطقة الشميط التابعة لقضاء الحويجة بكركوك. هذا وكان الإرهابي المعتقل متورطا بتعذيب عدد من المواطنين واعتقالهم بحجة مخالفتهم لتعليمات عصابات داعش. في صلاح الدين أعلن وزير الداخلية عثمان الغانم القبض على إرهابي خطير شارك بإدخال عجلات مفخخة لمصفى بيجي عام 2014. وقال الوزير في بيان إن رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنوا من إلقاء القبض على إرهابي خطير قام بإدخال عجلات مفخخة يستقلها إرهابيون انتحاريون إلى مصفى بيجي عام 2014 في صلاح الدين. محليا أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح كورونا فايزر بحسب وثيقة للصحة، أنه استنادا لتعليمات منظمة الصحة العالمية وموافقة اللجنة الاستشارية العليا الخاصة بمرض فيروس كورونا للمساعدة في تغطية أكبر عدد ممكن من المستهدفين بالجرعة الأولى من لقاح فايزر كما معمول به في أغلب دول العالم. تقرر بأن تكون الفترة الزمنية الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر 8 أسابيع وأي 56 يوما بدل 3 أسابيع. وأشار إلى أن القرار يطبق اعتبارا من الأول من أيلول المقبل. أكدت لجنة الصحة النيابية عدم حصول الزيادة التي كانت متوقعة في الإصابات بكورونا بعد الزيارة المليونية في يوم عاشوراء. وقال عضو اللجنة حسن خلاطي إنه بعد مرور أسبوعين تقريبا على زيارة عاشوراء وتواجد ملايين الزائرين في كربلاء المقدسة من خلال متابعة دقيقة للموقف الوبائي لم تسجل أي زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات كما كان متوقع. وفي الختام نذكر بأبرز عناوين هذه النشرة. واشنطن تكثف إشاراتها لعدم سحب قواتها من العراق وتكشف إملاءاتها بشأن انفصال كردستان وتحويل البشمركة إلى قوات بديلة. الخارجية تؤكد متابعة مخرجات مؤتمر بغداد وتكشف عن تشكيل لجنتين من وزراء خارجية الدول المجتمعة لهذا الغرض. مفوضية الانتخابات تؤكد التزامها بموعد إجراء الانتخابات تتعهد بنشر النتائج الأولية خلال 24 ساعة بعد الاقتراع. مع تعظم الواردات الحكومة تكشف نواياها بالاستمرار بسياسة التقشف في الموازنة العام المقبل رغم تداعياتها السيئة على المواطن. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.